الدجال يا أيها الإخوة يطوف الأرض كلها إلا بقعتين فإنهما محرمتان عليه، مكة فهي حرم الله، والمدينة وهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكة حرمها الله على الدجال وأمثاله، إنما المشركون نجس فلا يقضوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يأتي الدجال يريد المدينة، وللمدينة وقتها 7 فجج، 7 طرق نافذة إلى المدينة، فكلما هم الدجال أن يريد المدينة من فج من فججها استقبله ملكان معهما السيوف مصلته يمنعانه من دخولها. فإذا اطلع على المدينة رآها من بعيد قال: هذا القصر الأبيض قصر محمد. تمنعه الملائكة من دخول المدينة، فينزل في ملتقى أوديتها في أرض سبخة ذات ملح، هي أرض الجرف الواقعة في شمالي المدينة الآن. فترتجف المدينة عندئذ 3 رجفات، فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. متى تنفي المدينة خبثها؟ وقت الدجال، لما أن ترتجف 3 رجفات. فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة، فذلك حين تنفي المدينة خبثها. يبقى في الأرض 40 يوماً، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، يعني كم؟ 1 سنة و2 شهر وزيادة. فسأل الصحابة رضي الله عنهم، شوفوا يا أخواني، ما أهمهم الدجال بقدر ما أهمتهم هذه الصلاة. قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، أقدر له قدره. فصار هذا أصل نبوي شريف في كل مكان لا يستوي فيه الليل والنهار، أن نقدر فيه لهذه الصلاة قدرها، وكذلك إذا خرج الدجال.